دلوقتي نبدأ بأخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة، ومراستنا هنا أبو القاسم موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما متعودين كل يوم مع حضراتكم. يا هنا صباح الخير عليكي، وسمعينا أخبار النادي الأهلي اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا الفريق بيستعد جيدا للفترة القادمة، يعني زي ما قلت يا نهواند النهاردة هيكون عندهم مباراة ودية أمام فريق بتروجيت في تمام الخامسة مساء، كمان هيكون عندهم مباراة ودية تانية يوم الخميس القادم أمام المقاولون العرب. بعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق بالأسكندرية استعدادا بقى لمباراة السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش. كمان حسب تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ بعد مباراة السوبر المصري يوم 21 سبتمبر، الفريق هيستمر في معسكر في الأسكندرية استعدادا للمباراة اللي بعدها اللي هتكون طبعا أمام إمبي ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق فيما هو قادم، وإن شاء الله يحقق كل البطولات لهذا الموسم. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى ونبدا بلعبه الكاراتيه. شابات الكاراتيه بالنادي الاهلي بيحققوا انجاز جديد، وبيضيفوا بطوله جديده لانجازات النادي الاهلي، يعني قدروا يحسموا بطوله الدوري العام عن الكاتا لهذا الموسم. الحقيقه عملوا موسم كبير جدا وقدروا يفوزوا في 16 مباراه على مدى البطوله، يعني على فرق المؤسسه العسكريه بالاسكندريه فريق الصيد فريق الشمس. كان بيمثل النادي الاهلي اللاعبه نهى عمرو، اللاعبه فرح طارق، اللاعبه ناديه السيد، مريم الدالي، جانا عبد الستار، وميرام خالد. طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، وان شاء الله مزيد من الانجازات والتالق. كمان ناشئين تنس الارضي بالنادي الاهلي تحت 16 عام قدروا يفوزوا على فريق هليوبرس بنتيجه 9-0، عملوا الحقيقه مباراه كبيره جدا، يعني بالتحديد فازوا بنتيجه 6-0 في منافسات الفردي وبنتيجة 3-0 في منافسات الزوجي. كان بيمثل النادي الأهلي إياد رضا، شريف النمروسي، ياسين محمد، يوسف مصطفى، عمر مدحت، عمر محمد، عبد الرحمن إيهاب، إسماعيل أحمد، وكريم محمد، وأيضا مروان حاتم. يعني زي ما قلت عملوا أداء كبير جدا، يعني بالرغم من أن المباراة كانت على ملاعب فريق هليوبلس، لكن شباب النادي الأهلي قدروا يحققوا الفوز لصالحهم. كمان رجال كرة السلة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام المصرية للاتصالات في تمام السادسة مساء. المباراة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الأمير عبد الله الفيصل، طبعا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة بالتحديد الجولة الثالثة. خلوني كمان أفكر جميع مشاهدينا بنتائج فريق رجال كرة السلة حتى الآن. يعني في الجولة الأولى لعبوا أمام فريق مصر للبترول، قدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 67-45. في الجولة الثانية واجهوا فريق طلائع الجيش وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 64-61. النهاردة في الجولة الثالثة هيواجهوا المصرية للاتصالات، إن شاء الله أيضا يقدروا يفوزوا في المباراة. يعني هم حتى الآن عاملين أداء قوي، والحقيقة إن بطولة منطقة القاهرة هتكون خير إعداد لبطولة الأندية العربية اللي هتكون في نهاية هذا الشهر، كمان عشان الصفقات تبدأ بقى تتعود على طريقة لعب النادي الأهلي، سواء اللاعب مروان سرحان أو المحترف الأمريكي مايكل تومسون. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم، لان طبعا دايما فرق النادي الاهلي بيكون هدفها الوحيد هو تحقيق جميع البطولات. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان زي ما عودت كل مشاهدين النادي الاهلي انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي في حاله من النشاط، يمكن كمان بعض الاعضاء بيمارسوا الرياضه بالتحديد رياضه المشي في جيم النادي، ويمكن دي طبعا يا نهاوند عاده جيده جدا في الصباح الباكر. وكمان في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي الاهلي. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده لكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك جدا يا هانا على هذه التغطيه الخاصه بالنادي الاهلي، ويمكن هاخد من كلامك فعلا فكره كمان يعني الاعضاء في النادي الاهلي بتبقى حاجه تفرح،
جدا كمان، لان هم بيبقوا كبار في السن تحديدا. هنتكلم عن فئه يعني الفئه العمريه اللي هي بتاعت كبار السن، اكتر فئه بجد بتبقى حريصه. كل ما اروح النادي الاهلي فرع الجزيره تحديدا، خليني اقول لحضراتكم بجد، اللي بيمارس رياضه واللي بيمشي في التراك في اي وقت، لو رحت الصبح، لو رحت الظهر، لو رحت بالليل، هتلاقي الاعضاء الكبار في السن حريصين جدا ان هم يمارسوا رياضه. دي حاجه بجد حلوه، يعني انا ما شفتهاش بصراحه ان هذا الاقبال من كبار السن، وهم اكتر فئه كمان بتروح النادي. ف يعني بجد مشهد بيبقى حلو بصراحه. شكرا ليكي جدا يا هنا على هذه التغطيه.